الدور ديال المجتمع المدني كيتحقق مثلا المواطن المغربي. الحمد لله وكما يعلم الجميع ان هذا الموضوع ديال الماء، انا نقول الماء هو مسؤولية الجميع، الكل يتحمل المسؤولية في تدبير الماء. إذا نحن كلنا مسؤولين. إذا السياسة ديال التسعينات ديال صاحب المرحوم صاحب الجلالة الحسن الثاني وهي إنشاء السدود أعطت الشيء الكثير للمواطن المغربي وخلاتنا اننا ما كنعيشوش ازمه ديال العطش، ما عرفناش العطش بحال اللي عشنا مثلا في الفتره اللي عشناها في 79 80 مدينه القصر الكبير كانت مثلا كتستافد واحد الحصه ديال ساعه او ساعتين. اللي خصنا نعرفوه هو المجتمع المدني شنو الدور ديالو كما قالت الاستاذه مشكوره، يعني تم تغيير مثلا المجتمع المدني لان له هناك